نخيلوا معايا شي مجرم يرتكب شي جريمه ويبقى النهار كامل هو خارج في الزنقه ولا في دارو وكيخدم وتالليل ويجيبات في الحبس، اولا يقدر يختار لي ويكاند نهايه الاسبوع. وتخيلوا معايا كاع شي واحد يرتكب شي جريمه ويتحكم عليه بالسجن، ولا كان مسك عليه الله يمشي ويخلص دوك الايام ديال السجن وما يدخلش ليه. هادشي قريب من الخيال وبعيد على الواقع. ولا قلت لكم عطيوني شي دوله يقدر يطبق فيها هادشي، يقدر بالكم يمشي للدول سكاندينافيا، قولوا لي السويد، فنلندا ولا النرويج. وتخيلوا معايا الا قلت لكم ان هاد القوانين وقوانين اخرين بحالهم غادي يطبقوا على المغاربه. اييه في المغرب خصنا نفكروا انه يمشي مثلا يمشي في النهار يخدم وفي الليل يجيبات السجن ديال نهايه الاسبوع. القاضي كيحكم على شي واحد السجن وتجلس معه في المكتب كيتفق معه انت بغى يدوز السجن، تقول له دوزو في شهر اوت ولا دوزو في شهر سبتمبر. لا خوتي خواتاتي ما كتحلموش، هادشي اللي اعلن عليه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي واقع. السؤال هو علاش هادشي كامل؟ واش حبا في المغاربه او لا كاينين شي اسباب مخفيه؟ علاش هالتغيير الصادم والجذري دابا في هاد التوقيت؟ ومن الاخر واش هادشي كامل غادي يرفع او لا غادي ينقص نسبه الاجرام في المغرب؟ اليوم حلقه شبعانة معلومات وغادي نفصلوا شنو خرج في هاد العقوبات البديله الجداد. على بركه الله انا عزيز نوفل وهذه قناه المقاوي. اول حاجه غادي نهضروا عليها هو واحد المصطلح سميتو لانديس دو كريميناليتي او لو طو دو كريميناليتي، هو مؤشر الجريمه، هو اللي كيبين العالم بالضبط نسبه الجريمه اللي كاينه في شي دوله، وبالتالي كتعرف واش كاين امان في ديك الدوله ولا لا، وبالتالي كيجيو السياح، وبالتالي كيجيو مستثمرين باش يبنيو لهم فنادق، وبالتالي كتخدم يد عامله، وبالتالي كتحقق نمو وازدهار اقتصادي. يعني هذا المؤشر جد مهم وكيخرج على شكل نقطه، والطريقه باش كيتعبر سهله، كتشد المجموع ديال القضايا الاجراميه اللي مشاو تريبورطاو لعند البوليس وكتقسمهم على عدد السكان ديال ديك الدوله. السكور ديال المغرب هو 46.51، والغرض الاساسي اللي عند جميع المؤسسات الحكوميه هو انهم يحسنوا من هذا المؤشر حيت عنده علاقه بكلشي، وباش يتعالج خاص تنقص من الاجرام. وهنا غندخلوا في صلب الموضوع لهاد التدابير الغير الاحتجازيه، واش غادا تطلع ولا غادا تهبط هذا المؤشر، وشنا هما هاد التدابير. كاين مثلا شخص كان محكوم عليه بالسجن في بلاصتو بيدخل يضرب الحبس، كيكونوا تدابير بديله بحال اعمال اجتماعيه وتعوض بتدابير بتدابير بديله. وديك الساعه تيقرجنا هي، اما يصيفطك تمشي تشطب الزنقه، اما تمشي تشطب البلديه حنا فيها نيت، اما غادي يصيفطك دير شي عمل اجتماعي. كنهضروا على من 40 ل 3600 ساعه يمشي هاد الشخص ويعاون فيها في دور العجازه، في الخيريات، في المؤسسات العموميه الى اخره. وحتى الا ما والمكش الوقت اللي تمشي دير فيه هاد العمل الاجتماعي، كيعطيو وقت على حساب نتايا امتى غتكون مسالي. تخيلوا معايا شو على حلاوه واحد الانسان تنحكموا عليه مثلا شخص يمشي يدير واحد العمل، ولكن كيكون خدام، كيكون كيقرا، قلنا انه غادي نديروا ليه 3 السوايع في النهار اللي غيدير فيها هذاك العمل، والباقي يمشي يخدم ولا يمشي يقرا يمشي يدير شغله، باش ما نضيعوش. وهذا الشيء كيطبق على العقوبات اللي قل من 5 سنين، اللي حاكمين عليهم قل من 5 سنين، في بلاصه ما يمشي يدوز الحبس كاينين هذه العقوبات البديله، وكاين هذيك القاضيه اللي منوضه واحد البوز كبير ديال شراء ايام السجن، في بلاصه ما تدخل الحبس كتشري الايام وكتخرج من الحبس. هذه القضيه ديال اللي طرحها نقاش في المغرب كبير، حتى الحكومه بين قوسين الحكومه راه رفضتها، راه دوزنا غير في البرلمان، وهي ما يسمى بالغرامه اليوميه. كتخلص غرامه يوميه كتشري نهار بنهار. عندي واحد دوز 6 شهور الحبس محكوم بعام، غادي نقول له انت دوزت 6 شهور مزيان، شري هاد 6 شهور اللي باقيه هذيك، يخلصها للدوله ويخرج. وعلاش هاد القضيه نوضات زوبعه كبيره حيت قالوا ان اللي عنده الفلوس غادي يستافد واللي مسكين ما فحالوش غادي يضرب الحبس. وحتى هاد القضيه فكروا ليها الحكومه ديالنا وفكرات لها وزاره العدل. ايه والله ما كنزيد فيه. اللي عنده يخلص ليا 2000 درهم في النهار، اللي ما عنده يخلص ليا 100 درهم، القاضي يمكن له ينزل 50 درهم 30 درهم في النهار. الا واحد ما عندوش، وكاين اللي ما عندوش، غادي ندخلوه في اطار ما يسمى بالمساعده القضائيه. والجانب الجديد الاخر هو المراقبه الالكترونيه، غيكونوا ضيب غاصله الكترونيك كيلصقوا في رجل بنادم وما كيتحيدوش، كيراقبوك عن بعد بلا ما تدخل دوز السجن، اولا تبقى اسيني ا ريزيدونس، كدوز السجن في دارك. تخيل معايا في وسط من دارك ما عندكش الحق تخرج، وكاين اللي عنده الحق يخرج ما عندوش الحق يفوت المدينه، وكيبقاو مراقبينك بداك البراسلي الالكترونيك عن طريق الجي بي اس. الحبس في دارك داكشي ديال اندرو تيت. لذلك ممكن نحكم على واحد في السجن، ولكن السجن غادي يبقى في الدار ما غيمشيش وممنوع عليه يخرج.
وكاين السجن الجزئي كيتفاوضوا معاك واش غير تجي مثلا تبات وتمشي الصباح اولا تجي نهايه الاسبوع اولا تشوف الشهور اللي مناسبين لك الا كنتي خدام حتى للصيف ودوز الحبس داكشي فليكسيبل غير هو هاد العقوبات البديله ما غاديش يطبقوا على كلشي كاينين بعض الجرائم كتضرب عليهم الحبس اللي ميمكنش يتعطاو فيهم عقوبات بديله بحالاش سمع جرائم متعلقه بامن الدوله والارهاب الاختلاس او الغدر الرشوه استغلال النفوذ تبديد الاموال العموميه كاين غسل الاموال الاتجار في الاعضاء البشريه ثم الجرائم العسكريه والاتجار الدولي في المخدرات والاتجار في المؤثرات العقليه الخطيره ثم الاستغلال الجنسي للقاصرين او الاشخاص في وضعيات اعاقه كنشوفوا ان جميع التدابير اللي قلنا واللي باغين يطبقوا عندهم نفس الهدف هو انهم يخليوا الحبس والوبسيون الاخرى ما يجيوش ويدخلوا عباد الله للسجن كنشوفوا وزير العدل كيقول الا كان صاحب شركه عنده 200 د الموظفين ما يمكنش ندخلوه للحبس وتسدك الشركه اولا شخص كيتداوى ما يمكنش ندخلوه ونخليه ما يتداواش اولا شخص ما عندوش الوقت ما مساليش اولا شي شاب غادي مع شي جمهور ديال الكره ويهرس ويدق ديك بلاصه يمشي للحبس يرجع لذاك التيران ويشطب ايه والله ما كنزيد فيه اولا شخص يشري ايام ديال الحبس وما يدخلش للحبس كاع السؤال اللي غتكونوا كطرحوا مع راسكم هادشي كله زوين واش هادو تدابير انسانيه واش هادو تدابير اجتماعيه واش وزاره العدل كيبقاو فيها المواطنين واش بغاو يتعاملوا مع المواطنين واش دوك الطرق السجنيه القدام ما بقاوش خدامين وما كانتش اعاده الادماج هادو كلهم احتمالات وما نقدروش نحكموا على النوايا ديالهم الحاجه الوحيدة اللي واضحة هي انهم بغاو يخليو عباد الله ما يدخلوش للسجن السؤال هو علاش دابا باش تفهموا معايا مزيان غترجعوا معايا اليوم الاثنين 7 غشت 2023 فاش خرجات المندوبية العامة للسجون واعادة الادماج وعلنوا على ان عدد السجناء اللي كاينين عندهم في المؤسسات السجنية فاتوا 100,000 ولو 100,000 اربعة الاشخاص بالضبط نهار 2 8 غشت 2023 وقالوا ان الطاقة الاستيعابية اللي عندهم هي 64,000 سرير 64,600 بالضبط يعني كاين واحد الفائض ديال السجناء كاين اكتضاض فايتين 36,000 طاقة الاستيعابية عندهم 64,600 سرير وكاين 34,000 واحد زيد وتم ناضوا حقوقيين كيغوتوا وكيقولوا ان هاد الوضعية ميمكنش ليها تبقى عادل تشيكيتو رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان خرج وقال ان عندنا حل واحد باش نقصوا هاد الاكتضاض اللي كاين في السجون هو العقوبات البديلة قالها هذه 3 شهور يعني الحباسات عندنا عامرين وحتى وزير العدل فاش قدم هذه العقوبات البديلة قالها بفمه علاش باش يدير له البلاصه في السجن ما يتزحموش وباش ما بقاوش نصيفطوا عباد الله للسجون ونزيدوا نعمروهم خاص القضاة يبداو يعطيو هاد العقوبات البديله دابا السؤال انا اللي عندي هو هادشي كامل الى طبق واش هذاك المؤشر ديال الاجرام اللي هضرنا عليه في الاول واللي داير عليه الفيلم كامل غادي يطلع اولا غادي يهبط واش الا دخلتي واحد للحبس ولا واحد صيفطتيه يدوز الحبس في دارو اينا واحد فيهم ما غاديش يعاود يرتكب الجريمه انا ما عرفتش كنسولكم حيت كنشوفوا ان هاد الاجراءات جاو الزاميه ماشي اختياريه داروا من مور ما ناض مشكل حتى عمروا الحباسات عاد درنا عقوبات بديله ولكن في نفس الوقت كنهضروا على بعض التكنولوجيات الجديده اللي غادي يدخلوا القضاء بحال اللي بغاصلي الكترونيك بحال الجي بي اس وعلاش لا مستقبلا بحال الكاميرات وكنشوفوا دول بحال الامارات في دبي ما كاينش الاجرام باش بالتكنولوجيا غير بالكاميرات ما كاينش اللي شفر كلشي عارف راسه مراقب لكن هاد الاكتضاض ديال السجون ادى لهاد العقوبات البديله وهاد العقوبات البديله غادي على استعمال هاد التكنولوجيات الحديثة يعني راه أمر إيجابي وكنشوفوا أننا في 2030 غادي ننظموا أكبر تظاهرة كروية عالمية ورياضية اللي هي كوب دو مون يعني راه خاص بنادم يتحضى وأنا كنقول أخوتي خواتاتي باش يطيح داك معدل الإجرام أهم حاجة خاصنا نخدموا عليها هي هادي هي التوعية هي التربية هي العائلة هي الوالدين هي المحتوى اللي كتفرج فيه هي الصحاب اللي كتجلس معاهم هي الأفكار المروجة في المجتمع إلا كان واحد الوعي اجتماعي طالع غادي نقصوا الخدمة على وزارة العدل غادي نقصوها على السجون غادي نقصوها على البوليس غادي نقصوها على الجندار حيت اصلا بنادم ما غيدير والو يعني خاص محاربة المشكل من جدر والمشكل هو الجهل هذا الرأي ديالي والله اعلى واعلم في نظركم جاوبوني بكل صراحة واش هاد الاجراءات كاملين غادي يزيدوا اولا غادي ينقصوا معدل الاجرام في المغرب وعلاش